Alors, je me présente, Amina Karaja. Je suis chanteuse arabo-andalou de l'école de Tlemcen, qui est le Gharnaté. En fait, c'est le style andalou, haoussi. Je fais aussi un petit peu le melhoun qui nous vient du Maroc, qui est notre voisin. Et puis voilà, donc, mais moi particulièrement, je m'intéresse à différents styles de musique. Donc, entre autres, le chant oriental. Maintenant, je m'intéresse même à la chanson turque pour élargir un petit peu le style et puis les connaissances et m'imprégner d'autres influences musicales pour pouvoir bien sûr améliorer ma façon de chanter pour revenir toujours, toujours à la source, à l'andalou. Alors, le mجموعة اللي معايا هي مختلفة. عندي موسيقيين من تونس, من تركيا, من اليابان, من الصين, من روسيا. على خاطر عملت هذا الألبوم, أديته وعملت فيه توزيع جديد. وجبت فنان كبير فرحات بوعلاقي اللي عمل لي هذا التوزيع جديد في الألبوم تاعي اللي هو الأندلسي وعمل لي بارتيسيون. الجالية العربية المغاربية اللي مكبانا كيفاش كتلقى النوع ديال يعني الأغاني ديالك واش كاين إقبال واش كاين باش كيطالبوك مثلا شي نوع من الحفلات هو كان إقبال بيان سور حنا كامل الشعب المغاربي والتونسي والجزائري حنا شعب واحد ونتلايمو في المناسبات وفي الحفلات دايوغ اليوم راني في الخيمة خيمتنا تاع سي محمد الريساني اللي هو مغربي ولا جزائرية الموسيقيين تاعي تونسيين وفيهم من جميع لي ناسيوناليتي والمدن فوالا والاوطان العربية حنا نستعرفوا بكامل الموسيقى ونحبوا كامل الموسيقى المغربية التونسية والمغربية باش نكون عندنا بالفرنسية نقولوا تكون اون ريشيس intellectuelle et culturelle. الجمهور انا قدمت له الالبوم تاعي والحمد لله عجبه فيه توزيع جديد وفيه ان ستيل النوع الاندلسي ما كانش من قبل ما كانش ينعمل في افيك دي بارتيسيون وما كانش ينعمل افيك دي نوفو زارونجمون حنا زدنا له الات جدد كيما باغ اكزومبل زدت له الكاخون اللي هو كما نوع جديد تاع ماشي لا باتري مي ماشي دربوكا مي سي الكاخون ما جينا من الارجنتين مي هو ستادير آلة تقليدية دونك قعدنا توجور في التقليدي فيه في الالبوم فيه جديد ولكن قعدنا في التقليدي وزدت له لا ارب كي تراديسيونيل اوسي ماشي تاعنا ولكن تستهل باش تكون في الاندلسي والاندلسي تاعنا يستهل اله جميله كما لارب وزدت لا كونترباس الله يسلمك يعني على التصريحات اللي عملتيها باش نقربوكي اكثر للجمهور اللي كيشاهدوا الحمد لله ان شاء الله نشوف في المواعيد القادمين ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك.